انا عمري ما كنت وحش مع حد. لو شقيت صدري بصفوريا هتلاقي قلبي نضيف، بس الناس بقت غريبه. ما بقاش في رحمه في قلب البني ادم. سيد رهبه ده شهاده تقيله قوي، محدش فينا جد. ده كابتن عايز اروح ورا مصنع الكراسي. مش عارفين نشيل من نفسنا من سيد رهبه ورجالته. انت جامد قوي. انا عادي. كل ما نلم قرشين تيجي تحط علينا. هو انت جايبنا المكان الهادي ده ليه؟ وشرفك ما قصدي حاجه وحشه. يا خساره. لا ده فات وفات رميناه بماضي وحكاياته، ده فاكر ده معانا هنا على خدنا. عايز اطلع من تحت ايديك بيج رامي عشان في بيج عركه النهارده. عقب يا غسيل مخلصين ومبرمين ومطرشمين شبعانين وربحانين ومهضومين ومرتاحين خرابين ومودين مسقطين اخصم كتير بتشبوا ما بتشبوا واحنا لسه مسمعين. المعلم اتضرب بالجزمه. ما تقولش تاني ان المعلم سيد اتضرب بالجزمه. لو قلتها تاني هموتك. انا ما كنتش متوقع يعني ان هيجي يوم والمعلم سيد يتضرب بالجزمه. ياما ما هو اللي قال ياما. الله اكبر. البشريه دي لو عرفوا ان المعلم سيد بعافيه هيتحولوا علينا وتبقى مصيبه. يلا بينا من هنا عشان لو عرفوا ان انا اسمي سناء هيدغدغونا. محدش يلومني على اللي هيحصل للليله دي. يا بنت اللعيبه. وعيالتهم دي ما احلك. اشقلب لكم تاني؟ يا عم هو ايه المغرف الشقلب؟ انا مش فاهم.